ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الثور ليوم الاثنين 19 سبتمبر ايلول 2022. ممكن يكون يومك ده متطلب جسدي وعقلي بشكل كبير. هتحتاج النهارده انك تتوخى شويه حذر من كل اعدائك في اليوم ده. ما تناقش شغلك ولا خططك المهمه مع اي حد، خاصه لو كانت لسه ما اكتملتش بالنجاح. مش هتواجه اي عقبات في طريقك في اليوم ده. اليوم مناسب علشان تقضي كتير من الوقت مع اسرتك وتقوي كل العلاقة مع كل احبائك فيه. هتبقى في البيت في اليوم وهتستمتع بيومك مع كل اصدقائك واسرتك. هيبقى الجو العائلي ده ممتع ومبهج في كلتا الاحوال. عليك بس انك تطور طريقة تفكيرك وتبقى متفائل اكتر. هتتأكد من انك بتلتزم بالهدوء، وبيحذرك في انك تقول كلام يبقى متريث اكتر. بيشكل كوكب العطارد النهاردة العكسي مركب ممزق مع زحل ثم اورانوس في اليوم ده، هيشير لزلزالات طفيفة محتملة فيها تحولات مفاجئة. مع تقدم اليوم هنتجه نحو كوكب الزهرة واورانوس الثلاثي الابعاد باليوم ده، ويخرجنا من اصدافنا بشكل واضح. هيقضي يومه في منطقة السرطان المريحة القمر والوقائي اكتر، هيشجعنا على عبور كوكب الزهرة واورانوس على طبيعتنا اللي فيها جراءة اكتر، ابتكار اكتر بالناحيه الاجتماعيه. هنكون مهتمين بشكل خاص بكل الحاجات الجديده والمنعشه واللي بتعتبر غير عاديه وخارجه عن المألوف. في اللي بيتعلق بالمشاركات الرومانسيه والترفيه والتعهدات الماليه، ممكن نجرب طرق جديده نرتجل بيها، ونجرب طرق مختلفه نتواصل بيها ونعبر بيها عن نفسنا. هنكشف طرق جديده لقرشك تكسب من خلالها المال. على الرغم من انك ممكن تبقوا منفصلين، الا انك في اكتر حرية في مشاعرنا. هنلاقي جمال اكتر غير مألوف بالنسبة لينا.